أطباق الكبدة نمبر 1 10 على 10. أتحداك تكل هاي اللي جاي طحن هلا. ماخذ كل هالمساحة وعامل مطعم ليقدم طبق عن جد مميز. عم بيقدم الكبدة المشوية بطريقة كتير طيبة، وبيقدم كمان أطباق مشاوي مميزة كمان. لكن إحنا تركيزنا اليوم وحلقتنا اليوم على الكبد اللي بيعملها الجيار. أنا محمد سرحان وحلقة اليوم بمطعم أهلي فرعين. الفرع الأول في منطقة بيليك دوشو، حسب ما قال لي إنه أكبر من هذا الفرع، والفرع الثاني اللي إحنا فيه في منطقة زيتون بورنو. هذا ما شاء الله الفرع فيه عنده الطابق، هذا الصالة الأولى هاي، وفي عنده الصالة الثانية الدور الأول، والصالة الثالثة بالدور الثاني. حسب ما بقول إنه الدور الثاني كمان في عنده البلكونة كمان كتير كبيرة، وبيفتحوها كمان برمضان، وبتساع تقريبا حوالي 250 شخص. وإذا حابين تعرفوا أكثر عن هذا الفرع زيتون بورنو، حطيت لكم أنا الخريطة بجوجل ماب، هلا فيكم تعرفوا أو تتخيلوا وين بالضبط. طبعا احنا جايين للطبق المميز عنده، وهو الكبدة المشوية. بيشوي الكبدة بطريقة كتير طيبة وكتير مميزة. هلأ حنصور كيف طريقتهم بتحضير الكبدة للشوي، وكيف كمان لما بيشوها. تمام، طاولة كلها زي ما بقول مطعم اكرام بسموها، انه من المطعم هذه. طبعا بحط لك البصل هذا مع السماء، بحط لك خضار سواء هذا الصحن او هذا الصحن، شاوي لك كمان فليفلة، الطماطم شويها، البصل هذا طيب عنده، هذا البصل لو تلاحظوا هيك مقليه على الخفيف وحطيت له شويه بهار، يعني اشياء هيك مقبلات تركيه من الدرجه الاولى، سواء كان بالشيكوفتا سواء كان بهاي اللي دائما بنعرضها عليكم وبنقول لكم بقدموها المطاعم التركيه. بسم الله. طبعا الشيكوفتا لها قواعد بالنسبه لي، يعني لها قواعد كثير طيبه كتير حلوة. بحطها هيك بالخسة، وبحط عليها دبس الرمان، عصرة الحامض هاي، وروح يا معلم. بسم الله. أنا أعشق الشيكوفتة التركية. من أهم أطباق المقبلات التركية. طبعا في مطاعم، وصورنا مطعم بعملها كوجبة أساسية الشيكوفتة عم بحكي، وبتتباع بالسندويشات. هاي حطيت لكم إياها بالآي، اللي حطيت لكم إياها بالآي هذا أشهر واحد بيعمل شيكوفتة بتركيا، علي قسطة أشهر واحد، وبيعمل مشاكل مع زباينه ومصورينه كمان على اليوتيوب وهو عم بيعمل هالمشاكل هاي. هلا شوفوا هذا، هاي الكبدة، كبدة بالشحم، أيوة هاي اللي صورنا لكم إياها طريقتهم كيف بيشوها وبحطوا لك إياها بالشحم، وهذا هو المميز في المطعم هذا. تمام، يعني شو بدي أقول لكم، الشحمة هاي بتعطي نكهة للكبدة، لما لفها فيها بتلاقيها كلها هيك، يعني الكبدة شربت الشحمة. طبعا بالنسبه للسياق حاطط لك سله جنبك. اول شيء انا بدي اجرب الكبده من غير اي شيء. بتحس بنكهه كل شيء فيها، بتحس بنكهه الدهنه كيف اعطتها نكهه اطيب، بتحس بنكهه البهار، نفس الفليفلة هذه كمان أعطتها نكهة، كل هذه بتحس بهاي النكهات كاملة فيها. يعني نكهة ولا أطيب. أنا بدي أرجيك هلا أتحداك تكل هاي اللي جاي طحن هلا، شوف هالمنظر هذا. بدنا نحط بهاي الخبزة سيخين، تمام، وبعدين بدنا نحط من هذا البصل،
دلعها بهذا البصل ومن هاي الفليفل المشوية. يا سلام يا سلام، شوية خضرة. اشتهينها معاي هاي كيف صارت، وحط عليها من هاي شوي كمان أشياء هاي مهمة عندهم. هذا هون صحن السلطة. شكرا شكرا يا حبيبي، ثانك يو فيري ماتش. نرجع لعنا هون، طلع هاي كيف، هاي يا حبيبي اللي أنا أتحداك تاكلها. يا أخي وخفيفة يا أخي، ما أطيبها. كبدة مشوية خفيفة. والخبزة كمان رقيقة طيبة. جنن. هلا بدنا نعمل شغلة مغامرة، أو هيك نعمل سندويشة من نوع تاني، شكل تاني. شايفين هاي نفسها اللي هي، ترى هاي مشوية يعني كمان، هذا تقدر تقولوا دسم يعني طبيعي، ما هو مثلا زي الشيء المقلي اللي فيه خطورة على الجسم وبيعمل كوليسترول. هاي عشان تبين معانا طعمة اللي حطيناها، بدنا نحط شوية بقدونس من هذا وشوية نعناع، ممكن شوية نعناع. تمام هيك عشان تبين اللقمة أكثر. بسم الله. هاي لازم تطلب أكلك ها. هاي لازم تتاكل هيك مع الكبدة. هذا الطبق الرئيسي عنده. أنا جاي أصور هذا المطعم لأنه مشهور بهذا الطبق، مشهور بهذا الطبق. هذا هون بابا غنوج. إيش هذا؟ بابا غنوج. بابا غنوج. تمام صارت. تمام شكرا يا حبيبي. طبعا زي ما قلت لكم هذا الطبق الرئيسي، بس بيعمل مشاوي كمان، بينزل مشاوي. لحظة شوي، هاي كبدة عادية مقلية ولكن على الفحم، شفتوها انتوا المقلاية كيف كان حاططها. وهذا ضايل دجاج، حطه هون، حطه فوق. تمام هذا حط لك، هذا مهم، هذا انا اهم شيء عندي هالبصل، هذا صراحه عجبني كثير. اوكي هلا بدنا ناكل من هاي الكبده. اوه شوفوا ميتها هاي. هاي اللي تغمس فيها يا حبيبي، هاي تغمسها هيك. هاي أسياخ كبدة مشوية عادي، أولا مش حاطط فيها خضار، ثانيا مش لففها بالشحمة. الناس بقول لك لا أنا ما بحب أكل الشحمة هاي، فموجودة عنده شحم وبدون شحم. طبعا انا بقصد بكلمه شحم اللي هو مثلا فات، مثلا ممكن تسموها فات،
او ممكن تسموها دهني نفسها. الكبده هاي بتجنن، هاي المقليه كثير طيبه. رائعه هاي، رائعه الكبده اللي اكلناها لما حطيت الدهنه كانت صراحه طيبه. هات نشيل بس هاي الاماكن السميكه بلاها. هاي هيك طلع كيف هيك انه محمصة، وكمان الكبدة هاي المعمولة قلي كمان طيبة. عجبتني السلة هاي اللي جنبي. ناخذ اللي بالخضار، ناخذ بلا خضار. هلا بدنا نجرب الكباب، بدنا نشوف سيخ الكباب عنده. بجيكم اياه. طيب عادي، كباب عادي. بتلاقي هاي النكهه بأي مطعم، تلاقيها موجودة، هاي النكهة موجودة بأي مطعم. طبق الكبدة هو الأساس بهاي الحلقة، عشان ما أصدم الأطباق. هلا حندوق الشيش طاووق. شيش طاووق طيب، معمول بالصلصة الحمراء، لكن برضو برجع بقولكم نكهة عادية. يعني النكهة بتلاقيها مثلا بأي مطعم، بس هذا مستحيل تلاقيه بأي مكان غير هون. لازم يا معلم هيك تكون، هالشكل تكون. وأقول لك كمان شو تحط عليها، هاي بتعطيك حياة للسندويشة، تعطي نبض حد لأنها طيبة. والفلفل الأخضر اللي حطينه، وروح يا معلم. روعة. صراحة كبدة رائعة، تعطيك باور، تعطيك قوة، توصف اللي عندهم فوق الدم. شيء يعني باور رهيب. لبنهم طيب، بيقدموا لك أطباق كتير، 7 أطباق بيقدموا بس هيك من المطعم. أول ما تقعد على الطاولة بينزلوا لك 7 أطباق. الكبدة هاي المقلية كتير طيبة، الكبدة المشوية هاي ما عليها أي كلام، كتير طيبة وأسلوب كتير مميز وطريقة كتير طيبة. أطباق الكبدة نمبر 1 10/10. حلاوة المطعم كمان إنه شغلة يعني بحب الزبون، هاي الشغلات بحب الزبون يعني، وبحب المطعم بيصير لأجلها يعني. إنه اول ما تقعد انت على الطاوله بينزل لك حوالي تقريبا شيء 7 أطباق هيك بس من عنده. زي عندك مثلا الصحن الـ 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 البصل هذا، المقبلات هاي التركيه هاي 2، وفي عندك البصل كمان المقلي بطريقه معينه كيف بيعملوها، هاي صاروا 3 4 5 6 7. هاي اطباق هيك بتنزل مع الوانها هيك، بتفتح لك الشهيه ولسه انت ما طالب شيء، وانت لساتك ما طلبت شيء. هاي شغلة. الشغلة الثانية، اطباق الكبدة اللي عنده درجة اولى، سواء كانت المقلية هذه او كانت المشوية. بتحب تاخدها بشحم موجود، وبتحب تاخدها من غير شحم كمان موجود. وبهاي الحلقة كمان انا مبسوط انه دليتكم على طبق جديد، على طبق مميز. مبسوط انه دليتكم على مطعم كمان مميز هون باسطنبول. ولسه حنروح مطاعم كتير وحنزور مدن كتير كمان. اشتركوا معي بالقناة وفعلوا خاصية الجرس، وتابعوني كمان على الانستغرام، وتابعوني على الفيسبوك. حبايبي انتو شرفتوني، واهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم.